مستمعينا اهلا وسهلا بكم مره اخرى. لاعبين المزيك اللي تحت بينا انتم تسمعوا تتفرجوا في بريد على ام تي اش ميديا تالنت هاب على اي اف ام احلى راديو 9:17 نواصل معك وتفاق باش نحكيو سبور ميكانيك كالعاده. يحضر معنا كل من سي هشام عامر رئيس جديد للجامعه التونسيه للسيارات للفتره النيابيه 2023-2026 ومدام ياسمين ذكر من المكتب الجامعي. هذا لقاء استنوه برشا نوادي السيارات لبيلوت والمغرمه بالرياضات الميكانيكيه. حكينا برشا فوالا حكينا برشا في البلاتو هذا على السبور ميكانيك في تونس، وكانت فما مواكبه متواصله في بلاتو هبريد على اليسار الكل سنين. ان شاء الله اليوم نعطيكم لي سكوب والتصريحات الحصريه كما عودناكم. هذا الكل توت سويت في كود فار. كود فار كنت فارغ. مرحب بضيوفي في البلاتو، فرحان برشا باستقبال زوز اعضاء من البيرو الجديد والمنتخب لسنه 2023. سي هشام عامر رئيس جديد للجامعه التونسيه للسيارات، تصبح النور سي هشام. صباح الخير وصباح الخير مستمعينا، مبروك البلاتو الجديد. عندي مده ما جيتش بحذاكم دونك تلهينا في الانتخابات وكل شيء، دونك ان شاء الله مبروك ومرحبا بمستمعينا ان شاء الله. عايشك هشام. مدام ياسمين ذكر كيف كيف من المكتب الجامعي المنتخب الجديد، فرحانين برشا بحضورك معنا، مرحبا بك. يعيشك ميرسي، شكرا على الاستضافة وإن شاء الله نكونوا في المستوى نتاع انتظارات. لا لاباس لاباس، إن شاء الله باش نحكي و افيك بوزيتيفيتي اليوم إن شاء الله. سي جيم خلينا نبداو ساعة نحطوا الماضي على شيرة ونحكيو الحاضر ونحكيو المستقبل. ذكر لي نهار الأحد اللي فات دارت فعاليات انتخابات الجامعة التونسية للسيارات اللي عطاتنا بيرو جديد تترأسوا أنت، كيفاش عشتها الانتخابات هذه جيم؟ والله شو نقول لك، انا نشكر قبل كل شيء وعلى راسهم وزاره الاشراف وزاره الشباب والرياضه، نشكر زاد النوادي قبل كل شيء دعمهم ووقفتهم البطوليه والرجوليه كما نقول انا، والحمد لله تضافرت معناها الجهود نتاعهم الكل باش صلحنا الوضعيه، وان شاء الله بدينا نشدوا الثنيه صحيحه ان شاء الله. وشرف كبير ياسر وفرحه كبيره ياسر اللي نلقى النوادي كل يد واحده متحده بالاوبجيكتيف واحد، هو الرياضه الميكانيكيه انديبوندامون، انا بعيد على شخصنا وعلى الاشخاص وهذا وهذا وهذا، دونك قاعدين باش نبنيو حاجه صحيحه. الحقيقه الانتخابات بنينا لها حضرنا لها، تمنينا كان تكون الانتخابات قبل وقتها، علاش باش نربحوا برشا وقت خاطر تو ماك تعرف فما باساسيون فما معناها جات دخلنا في 2023 معناها هذا باش يخلينا بوتيتر فرزناما نوخروا شويه. لا وحاجه اخرى، ديسمبر ونوفمبر باش واحد يلوج دي سبونسور اقوى شهر معناتها فوالا، وجانفي فيفري هو اخيب بيريود تنجم تلوجوا فيها دي بارتنير فوالا. علاش قلت لك احنا تو معناها بوتيتر نوخروا فرزناما سويفون اللي لقيناه، خاطر تو مازال زاد باش يعديونا الباساسيون، الموارد ماهيش تو لحد الان ماهيش كافيه، دونك لازمنا ننظفوا لازمنا نشوفوا الحاجات اللي زيدا نقصوها معناها من 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 المصاريف نتاع الجامعه باش نجموا نعملوا شامبيونا باهيه. باش نجيو البيجي نحكيو عليه باكثر تفاصيل. ياسمين انت كيفاش عشت الانتخابات هذه؟ كان هشام انت اتصل بينا وتناقشنا وحاولنا نعملوا اون ايكيب نكونوا متكاملين سورتو باش نجموا نقدموا في بالفيدراسيون ونحاولوا نجيبوا افكار جدد وون ديفلوب تو سا معناتها، دونك كنت كما نقولوا على غرادة. عندنا برشا نحضروا ونستناو، مش نحضروا بلوتو نستناو في تقدم معناتها في السبور اوتوموبيل وكل شيء، وديما نحاولوا نقترحوا عليهم ونحاولوا نشاركوا كيما نجموا. ومن بعد لا ديسيزيون اي تي بريز معناتها ديريكتومون، دونك هشام قال اون اي فا ما خرناش وحضرنا ليستا والناس الكل كانوا موافقين اليوم. دونك عندنا على فكره هي اصلا بيلوت معناتها البيرو هذا كلهم مش الكل معناتها
من 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 لي كلوب ومن من الجهه هذه من البيلوتات موتي نقولوا احنا بيلوت وكانوا معناها يمثلوا نوادي كما مروان سي مروان فوالا جوستمون احنا عندنا الليست تاعك نجم تراوها في على ديجيتال كنت نجم تقدم لنا البيرو جديد هذا سي هشام شكون هم حكينا عليهم به سي مروان الباري دونك هشام عامر ما غير نقعد ونشرف ولا سي مروان هو كان معناها ناشط في نادي من 2014 و 2015 معناها مغروم بالرياضه الميكانيكيه نائب رئيس نائب رئيس فوالا مغروم يحب وعنده بون خدمته واحد وكل شيء مي الاكثريه مغروم انا علاش عيط له خاطر من 2014 خاطر باش نرجع لك شويه للتاريخ 2014 الوضعيه اللي وصلنا لها اليوم هذيا كانت مطروحه في 2014 حبينا نعملوها في 2014 الا غالب وقتها ما سهلش ربي وكانت فما تدخلات من البيرو القديم باش ما يصير حتى شيء وما تصيرش الحكايه هذيا وفما شكون حتى معناها نقولها وعلى مسؤوليتي معناها شكون هدد نوادي قال لهم راهو كان تدخلوا في الموضوع هذا راني نوقف لكم النشاط نتاعكم ومعناها وساسا غيان تعملوا فيها الوضعية هذه اون دي باس تو سا احنا توا جايين باش نقدموا ديكو معناها عيط له في شفت فيه روح نتاع محبه للسبور اوتوموبيل ويحب يخدم كل شيء ما لقاش معناها التيران فافورابل وقتها دونك خرج من الرياضه الميكانيكيه والنادي نتاعو وقتها كان سبيد موشن كان ينشط في سبيد موشن اللي هو كان نادي معروف وينشط بالكدا في الرياضه الميكانيكيه كنا احنا راهو باش نعطيك للتاريخ كنا 13 نادي راهو انا حاضر على 13 نادي وجل النوادي معناها انا دعمتهم وعاونتهم وبعثت لهم دي ميل باش عطيتهم ستاتيو كيفاش تخدم النوادي كيفاش تخدم القوائم كيفاش تخدم معناها عاونت برشا فهمتي كيفاه بالنسبه لسي سليم العرفاوي هو امين ميل هو ديجا سي ان اكسبير كونتابل تبارك الله عليه دخل معنا في المشروع القديم لا ما اول مره يدخل في رياضه السيارات تطرح علي هو السيد سليم العرفي بحكم هو معرفته في الدومين نتاع المال والحسابات وكل شيء وفالا فينانس دونك ويحب الكرهب وكل شيء دونك قال علاش ليه ندخل معاكم في المغامره هذيا معناها لي كركا موتيفي لونتون صارت معناها فوالا يعطيك الصح دونك ياسمين ذكر انا ياسمين عملنا كورس بدينا فورمول تونيزي 2008 اللي كانت تحت اشراف النادي القديم اللي كنا ننشطوا معاه كشي النادي الوطني التونسي للسيارات كان ينظم البطوله هذه اللي هي ولات تونيزيا تشالنج مع التحول للفيدراسيون ياسمين بيرفورمانت برشا الحقيقه وكنا فما احتكاك برشا بالسيارات معناها كانت منافسه كبيره مع بعضنا وكل شيء وصارت حتى مناوشات انا وياها ومن بعد سامحني وهذاك هو اللي خلى العلاقه ما بيناتي انا وياسمين علاقه نتاع خيين وكل شيء والوالد نتاعها بالمناسبه نشكره برشا خاطر وقتها زاد حكيت انا وياه وربي فضله واحد وكل شيء دونك معناها اللي سي كالكان دو باسيوني يحب الرياضه الميكانيكيه يحب الرياضه النسائيه معناها جبناها في اطار باش تدعم الرياضه النسائيه خاطر هذا مهم ياسر خاطر قاعدين نلاحظوا فوالا ما فماش معناها الرياضه النسائيه نشوفوا فيها في دي كيلكو رالي دو ريغولاريتي معناها كو سوا رالي عليسا ولا فما رالي هي شاركت فيه زاد رالي بريتزيل وحكينا عليه ديغنييرمون ان شاء الله يكون لنا لقاء مع المنظم نتاعو خاطر يدخل في اطار رياضه نسائيه ورياضه نتاع اعانات ومساهمه في برشا حاجات فوالا دونك الاخت نصيره هي معناها انجينيوره كبيره ناشطه في مودين الروبوتيك وان شاء الله تشرفنا باش ديفلوبي مع مصنع كبير ياسر في توسكي فواتور الكتريك اي دونك حاجه مشرفه انا وشجعتني اللي باش شديت فيها صحيح باش تدخلوا معانا وكل شيء وتعطينا من خبرتها خاطر اليوم الالكتريك سي تري امبورطون نشوفوا اللي الرياضه حتى نحكيو زيد على دي سيمولاتور علاش ليه ما يدنيش هاني جيك هاني جيك للسيمولاتور خويا الفيدراسيون مو سبور برك هاني جيك للسيمولاتور عندنا برنامج كبير وتنحكي لك عليه وتكون هذا سكوب ان شاء الله عندكم انتوما دونك الالكتريك علاش خاطر احنا تو في السبور اوتوموبيل هما تو برشا ما يفرقوش ما بين يقولوا فيدراسيون تونيزيان دو لوتوموبيل جامعه تونسي للسيارات يحسبوها تابع لي كونسيسيونير والكراه باش يرخصونا في الكراه اللي رانا احنا رياضه ميكانيكيه رياضات اللي نحكيو على السبور نحكيو على فري معناها رياضه بالحق معناها اللي يجريوا لي بيلوت سي ديزاتليت راه ماهمش عباد عاديين سي ديزاتليت وهذا حكينا فيه ياسر في بلاتو هيبريد ديزاتليت سي با نابورت كي معناها حتى سيان سبور فيزيك زاد يعطيك الصح سيان سبور فيزيك
دوكو معناها الرياضه الميكانيكيه تعديت توا من 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 لاتمو لبريت توا شفنا الراليات كيفاش قاعدين يديفلوبي خاطر كيما ايترام تاع اودي تاع اودي واحد وكل شيء وشفنا وفهمنا اللي هي ماهيش 100% الكتريك خاطر المسافات بعيده دونك لازم ولا على الاوتونومي واحد وكل شيء وتو تعداو الالكتريك معناها نشوفوا في دبليو في تي سي او اللي هي ولات الكتريك اللي هي دبليو في تي سي ار الفورمولو معناها فما شانجمون كبير قاعد شانجمون كبير واحنا مازلنا واقفين في الاتموسفيريك واحد الشيء فما حتى دريفتر الكتريك دريفت الكتريك عندك الميستونغ ماك او عندك برشا الاودي اللي عمل بها الله يرحمه كان بلوك معناها اسطوره وخساره كبيره للرياضه الميكانيكيه علاش خاطر باش ندخل في موضوع اخر قبل ما نكمل اخر عضو اي وهذا ان شاء الله باش نخدموا عليه منصر اللي هو دريفت هما يقول لك دو 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 معناها دو فورم دو دريفت انا نقول لي لا لا مش ايكول دو فورم دو دريفت يقول لك يا اما كار بارك دريفت يا اما باتل لي فما ثلاثه اي فما الشو اللي هي الكليبات اللي نتفرجوا فيهم احنا اللي خلقهم لي كاسكاد اللي هو اللي هو باش نعطيك الاسم بالضبط عندك بارك كار بارك دريفت اللي احنا نعرفوه البطل اللي ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله وهذا وعد مني اللي باش يتعمل في تونس باش نطوروه برشا شوف البطل وعندك الجيم كانا جيم كانا اللي هو عملها كان بلوك اللي يبداو زوز كرهب كل واحد عنده لو ميم سيركوي وشكون معناها كرونومتري وشكون يكون بيرفورمان والشو نتاعو منظم دونك ثلاثة حاجات ان شاء الله نخلطو نعملوهم بوتيتر زاد لي تروا مونش باش ما نقولش بطولة نجمو سنة إذا توفرت الجهود وتوفرت الموارد نجمو نعملو مونش دو شاك ديسيبلين باش من بعد نبنيو عليها 2024 نولي ونعمل تكون باز تكون تجربة تنجم تعرف انت اللي بزوان تنجم تعرف النقاط يجيني ان فيدباك ان غوتور من اللي بيلوت ومن اللي بريزيدون دي كلوب شنو هو معناها الانتظارات نتاعهم شنو اللي مشى شنو اللي مشى شنو نصلحوا شنو ما نصلحوش معناها يكون سنة تحذير للبطولات الجايين ان شاء الله وكل شيء فوالا دونك نكمل لك دقيقه برك انا باش نحل القوس شيخ على الدريفت لا شفت على كلمه جيم كانا اللي قالها راه معناتها عندك سيركوي كبير برشا معناتها حايرين في سيركوي نتاع دريفت لازمك معناتها لو دوبل معناتها تخيل دوبل كارتاج شو عندنا كفاءات في لي كوميسير عندنا كفاءات في مديري السباق عندنا كفاءات في لي بيلوت معناها عندنا كفاءات سافروا لبرا شرفوا تونس كيما ياسين لوغال شرف تونس بسياره تونسيه كيما نسيم سعد تبارك الله عليه مشى المحافل الدوليه كبيره برشا مشى لمصر مشى الكويت معناها يعرف يغزل عندهم نظره خاصه هذوك اللي باش يعاونونا عندك امين شوشين واللي هو صحيح بدا هو اللي كتب على كرهبته دريفت وبدا الفكره الدريفت جات من عنده واحنا من بعد طورناها ووصلناها بالمفهوم الصحيح نتاع دريفت خاطر توا باش ندخل في موضوع اخر سلامه موريه ونرجعوا له جايين البروجرام ولا خلينا نكمل العضو الاخراني ولا سي محمد الشيد سي محمد الشيد سي محمد الشيد اللي هو كوميرسيال في ان بوت فارماسوتيك واحد وكل شيء توسكي معناها لي برودوي فارماسوتيك واحد وكل شيء دونك مغروم زاد هو عنده بيام مغروم برشا دونك اون لا امبليكي في الجروب نتاعنا ان شاء الله زاد باش يخدم معنا خدمه باهيه الجروب المهم الجروب موتيفي ديناميك أهم ديناميك أيوه. موتيفي نعوضوا بعضنا نساندوا بعضنا نشجعوا بعضنا والافكار بقدره ربي موجوده خاطر شو ما نجمش انا كرئيس جامعه ليه نقول تجيني مثلا نقولوا ياسمين بحضوره ما نحكيش على الموجودين تقول لي ليه مثلا هشام هذه نقول لها ليه انا نحبها هكا ما نجمش ناخذ فكره ياسمين نجحت طوميو ونبنيو عليها ما نجحتش نشوفوا لي لاكون اللي ما فماش ونصلحوا باش نوصلوا للوبجيكتيف اللي حاجتنا به. جوستومون اليوم هشام تسلمت قياده الجامعه ونعرفوا اللي برشا انشطه وبطولات محليه كانت واقفه لاسباب عده في 2022 اليوم في انا حاله ووضعيه لقيتوا الجامعه بعد البيرو اللي كان تراسوا سي حاتم بن يوسف اللي نستغلوا الفرصه باش نوجهوا له تحيه سي حاتم كان ومازال زاد صديق البرنامج نتاعنا يبريد ان شاء الله نستقبلوا في فرصه قادمه باش يحكي لنا على مسيرته في اداره الافتيات الثلاث سنين اللي فاتوا لتا اللي لقيتوا فيه اليوم الجامعه هشام كي نقولوا الجامعه بربي حبيت نرحم على والد السيد سليم غزاي المدير الاولاني نتاع الجامعه مازال كي توفيت ان شاء الله ربي يرحمه ان شاء الله ربي يرحمه وربي يصبر وربي يصبرهم على فريقها سي سليم نوجه له تحيه كبيره ياسر فوالا دونك قبل كل شيء باش نقول لك
حالة بالنسبة لي أنا الفيدراسيون كي دخلت لها قلبي وجعني. علاش قلبي وجعني مش فسلك معناه بالحق نحس عليها الفيدراسيون خاطر أنا 70% تزت على ظهري الفيدراسيون باش تعملت وأنا أعطيت الأمانة الأشخاص ونعرف شنو نقول ونعاود نقولها. جاتني مكالمة وقتها قالوا لي هشام عندك ثقة في العباد هذوما باش يطوروا الرياضة هذية؟ قلت لهم ايه. الا مالوغوزمون سي اون بوتيتر سي اون موفي جيستيون ما نقولش الاشخاص هما اللي معناها ما منهم هما مي بوتيتر سي اون موفي جيستيون تاع ليكيب الكلها اللي ما بوتيتر ما عرفش تخدم السبور اوتوموبيل. دوسيات محلوله خويا باش نقول لك فما دوسيات بالحق ما تخدمتش اللي كانت هي اولويات الاولويات الاولويات نتاع الجامعه نتاعنا ولا انهم اهم لي دوسي ان كور مثلا اللي باش يصير فيهم انا فما دوسي نتاع ديكارت البرا مازالوا واحلين كارتين معناها واحلين 3 كارت فما دي بوغي زاد سمعت بها فازتك بوغي لا ما فماش فما ديكارت صحيح فما مشكله نتاع ديكارت لازم بلوكي بلوكي في ايطاليا اي وشنو المشكل المشكل نتاعهم كي تبدلت معناها رئيس الجامعه الدوليه تبدلت الستركتور كلها نتاعو دونك الخدمه تبدلت دونك وحلو دونك فما مشكل بابراس مشكل بابراس لازمني نحلها بالحق لازمني نحلها خاطر هذايا مشكل نومنكلاتور ولا فزاك حسب ما سمعت اللي ما معناتها اللي باش يهبطوا ما يجموش يهبطوهم على خاطر ما همش مطابقين لا 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 سي اون كيستيون دو نتاع فاتوره و حاسيلو ما تون ان شاء الله انا حاجه من الاولويات اللي باش نخدم عليها هذه لازم تتحل المشكله هذه خاطر ما غير واحد ما غير حاجات معناها نقول لنا لا الباز هذا اللي باش تنجم معناها ماتريال ماتريال عندنا دي بيلوت صغار عندنا دي بيلوت صغار عندنا مهدي حنيني تبارك الله عليه معناها عمل دي بيرفورمانس كبيره مزيان ياسر نشوفوا الحاجات اللي مهدي شنو اللي ما لقاش غاديك باش كمل البيرفورمانس نتاعو كملت على البوديوم دونك هذه من الحكايات اللي لازمني نفضها لو بلوتو بوسيبل ونحلوها. علاش؟ خاطر الدوسي الكبير زاده اللي هو نتاع الديوانه اللي هو دوسي كبير معناها الاعفاءات الجبائيه اللي نحن قانون هذا مشكل قانوني ما انا كنا معناها نطلع على الدوسي معناها الرائد الرسمي جورنال اوفيسيال واحد وكل شيء نلقى اللي الدراجات الناريه عندهم اعفاءات جبائيه في موتورات في خوذه اللي يحكي عليها منصر يقول لك خوذه معناها عندهم عندنا الحق في الاعفاءات راهو منصر اما شكون يخدم عليه الدوسي هذاك لازم تضرب عليه بالبونه ولا هذاك اللي كان ديما نقولوا على الاختيار علاش باش نعطيه كل ذي حق حقه اللي هي وزاره الاشراف بعثت للجامعات الكل قالت لهم شنو هو البزوان نتاعكم ماتريال باش ديفلوبيو الرياضه نتاعكم شنو البزوان نتاعك؟ هذا به وزاره اي باش نعطي كل ذي حق حق وزاره الاشراف وزاره الشباب والرياضه والفيدراسيون ما عملت شيء معناتها ما راعني وطلعت انا على كل شيء نوار سو بلون خاطر انا الثقه في الوثيقه ما راعني اللي رياضه السيارات مش موجوده جنب معناتها شنو سامحني ما تجاوبوش معاهم معناها صار كيما نقولوا معناتها الوزاره كلمت الجوامع منهم جماعه بيان سور حاجتك شي بحاجه ونعرفوا احنا اللي حاجتنا هي منصر سامحني باش نرد على الاكسبليكاسيون نتاعك سامحني هي وزاره لازم تراسل الجامعات الكل حتى تحت هي وزاره راسلت الجامعات الكل فوالا فما مراسله وصلت للجامعه التونسيه للسيارات قالت لهم شنو تستحقوا ماتريال اعانات شنو الحكايه بالضبط شنو هو البزوان نتاعكم معناها الاعانات ولا الماتريال لي برودوي اللي تستحقوهم الماتريال باش ديفلوبيه الرياضه هذه بلاش انا باش نفسر العباد اللي تسمع فينا راه خاطر الموضوع هذا برشا لي بيلوت الكل المشكله نتاعهم هما مثلا لي كاسك ولا الحاجات اللي تشريه واللي تاكس اللي يلزم البيلوت يخلص ولا معناتها خلين برشا واللي هو راه نورمالمون مادابك متابع ايكيب سبورتيف ما تخلصش الحكايه هذوما سيرتو على كاسك خاطر الكاسك تابع يامن البيلوت سي سيكوريتي نتاع البيلوت دونك نورمالمون فماش تاكس على السيكوريتي معناها باش نعطيك لي ديتاي خاطر انا طلعت على الموضوع وكان حتى من قبل ما تصيروا الانتخابات درستوا الموضوع بالكدا ما راعني اللي الموتورات موجوده ليكيتاسيون موجوده الناتاسيون موجوده التنس موجوده ربي يفرج عليهم وربي يشفيهم المعاقين موجودين الا رياضه السيارات معناها انا واحد من الناس تشوكيت معناها قلت معناها رياضه كيما هذيا حتى الدوسي مازال ما تخدمش
الدوسي اللي هو سي ان دوسي يورجون بالنسبه للبيلوت ما عندهمش امكانيات. يعطيك الصحه خاطر انت اليوم باش تطور الرياضه هذه باش تجيب سسبنسيون معناها لازم تخلصها اونورو وتزيد تخلص عليها اداءات معناها باش تكلف لك سي نورمال ما تلقاش كرهب معناها كل كلمه اللي يقولها انا ديما معناها بيلوت مش خاطر معناها سيركوي راه وعندنا صحراء معناها دي بيلوت توفر له هذه كل البيلوت توفر له الكاسك في الـ في الـ في الـ في الجورج شلقيت عندك الموتو كروس عندهم لونديورو ما غير كارت غريز وعنده الحق باش يدخلها ما غير معناها ما يخلص ديوانه الكاسك البوتين الجواندويت اللبسه نتاعو معناها هذا التوني نتاع البيلوت الكومبينيزون نتاع الكومبينيزون. نعطيك حاجه اخرى مثلا في ليكيتاسيون عندهم الحق باش يدخلوا دي شاريو باش يهزوا الحصانيه نتاعهم احنا هذوك لي شاريو يساعدونا باش نوليو نجموا نجيبوهم من البار يتكلفونا ارخص سوم ونجيبوا بهم سياراتنا على عليه اليوم كنت تحكي على 13 نادي اليوم نلقاو اقل من 13 نادي برشا. يعطيك الصحه ليه والنوادي راهو باش نرجعوا للموضوع النوادي راهو النوادي فارغه معناها كنا في النوادي راهو تلقى أربعة خمسة بيلوتات ستة بيلوتات تلقى معناها عباد منخرطة في النوادي فما 20 و30 و40 و50 عبد معناها في النادي يعاون يهز يجيب ولا وهي هشام هوني نرجعوا من بين المشاكل اليوم تخلي سبور اوتوموبيل في تونس خلينا نقولوا واقف وماهوش قاعد يتطور هي مشاكل الفلوس. دونك شنو البيدجي ديجا المخصص من قبل وزاره الشباب والرياضه للجامعه التونسيه للسيارات للموسم الحالي يعني 2023-2024 والبيدجي هذايا كيفاش ناويين تتعاملوا معاه؟ والله شو البيدجي احنا توا خاطر البيدجي يتناقش في شهر ديسمبر وشهر نوفمبر معناها اللي تعديوا دونك المكتب السابق مشى ونيغوس البيدجي اون اتوندون شنو باش يوافقونا الوزاره. انا نتمنى سلطه الاشراف ما دامش نعملوا ان شاء الله روتور باش يرجعوا لي شامبيونا الكل تعاوننا خاطر الموارد الذاتيه ما فماش لي سبونسور معناها نشكروا سبونسور واحد اللي هو واقف معنا تو ان شاء الله نلقاو منه كل الدعم باش يزيدنا في البيدجي ويقعد معنا ونخدموا مع بعضنا لكن ويجينا محلوله للي سبارتونير الكل خاطر فما دي بارتونير مشاو دونك ما علاش خاطر ما وصل لهمش ان روتور على اللي صار الكل في لي زيفينمون واحد وكل شيء هذه مشكله كبيره خاطر يفو ان سويفيرا مش مكتب مشى معناها انت مثلا في مكتب الاولاني بكل كان ان سبونسور ان اسيورور معناها كان موجود خاطر الاسيورور لازم توريه خدمته وفلوسه ولا خاطر الافتياء كانت في الاخر تعمل ثلاثه اربع تصاور ويهبطوا تصاور بعد بجمعتين معهم تيكس وبعد ساعات بدي فوت دخت غاف كل معناها حاجه اخرى لازمك تعطيها ان فيدباك منصر تعمل له ان دوسي شنو هو وين الى تي بوستي وين تصاور الفيديو اللي كابتور معناتها كل كونتوني هذاك الكل ماذا بيك تو لو رونتابيليز احنا لا يعملوا ثلاثه تصاور وتكس صغير وبروتا لا وحاجه اخرى باش نعرج عليها منصر اللي هو مثلا توا البيرو الاولاني بكل كان مع ان سبونسور اسيورور وما غير ما نذكروا الاسامي واحد وكل شيء ان شاء الله باش يقعد معانا وكل شيء معناها ما فهمتش علاش تنحى بون هو فما كانت علاقه ما بين العضو معناها رئيس في الجامعه واحد وكل شيء ولا سيرور هذايا معناها كي خرج انا تمنيت الرئيس هذايا كان يكون يدعم معناها يعطي كلمه باهيه للبارتنير هذايا ويقول له خلي اقعد مع الجامعه راهي هذايا رياضه خاطر احنا ما عادش نحبوا اشخاص يحبوا في تونس يمشيوا ياسر بالاشخاص وبالثقه انا نرتاح لهذايا لا لا هي نورمالمون مؤسسه انا واحد من الناس نحكي على روحي منصر نهار اللي باش نمشي من المكتب الجامعي راهو لي بارتنير اللي باش نجيبهم الكل لي بارتنير اللي باش نجيبهم الكل ان شاء الله ربي يوفقنا باش نعطي ان كود بوس من وراء معناها حتى كان مانيش في المكتب راني باش نمشي ونحكي وندز ونقول لهم معناها بس اقعدوا راهو هذه الرياضه اللي الناس الكل ماهيش تبع هشام عامر البيدجي اللي توفروا الوزاره اكيد ماهوش باش يكون كيفي دونك باش تخدموا على لي سبونسور لكن كيفاش تكون الاستراتيجي نتاعكم فيما يخص البيدجي معناها كيفاش اليوم نجموا نمكنوا الرياضات الميكانيكيه باش انها ترجع اون فورس باش انها نراو توانسه مش كان في تونس نراوهم زاده في لي زيفينمون انترناسيونو. والله هذايا سويفون ساعة نشوفوا البيدجي اللي باش تعطيونا الوزاره خاطر البيدجي تعطيونا الوزاره ان جروند بارتي منه تمشي للي شارج فيكس معناها الكراويت والشهاري واحد وكل شيء. نحاولوا كيفاش اون لو جير سويفون لي بيزوان بالرسمي معناها لي بيزوان معناها اللي حاجتنا بهم اكزاكتومون معناها نشوف كيفاش نقلصوا ما نعرفش يفو فا قاعدين نشوفوا احنا تو قاعدين نراجعوا قاعدين نشوفوا نكثروا نحاولوا كيما قلت لك الجهود كل الظافر باش نجيبوا دي بارتونير من برا
اللي باش يعاونونا باش نطلعوا البيدجي باش نشاركوا دي بيلوت لبرا باش نعملوا ايكيب ناسيونال مثلا نجموا نعملوها نتاع الدريفت نجموا نعملوا ايكيب ناسيونال نتاع تونيزي تشالنج نجموا نعملوا ايكيب ناسيونال نتاع ديجا موجوده نتاع الكارتينغ معناها وندعموهم باش يكون خاطر نتصور عندهم اون ريستريكسيون معناها ما يجموش يتصرفوا كونفينابلمون معناها بطريقه سهله في لي كومبيتيسيون فيو كو معناها كي يصير اكسيدون ولا حاجه غادي لازمك تخلص واحد شيء معناها سي دي بيدجي فهمت حتى لي ميكانو معناها حتى باش نوفروا لي ميكانيسيان للواحد حاجه اخرى اللي باش نخدموا عليها زاد ان شاء الله كي توفر بيدجي وهي ما نتصور معناها تعاوننا برشا باش نعملوا اول حاجه اون اكاديمي ان شاء الله باش توفر مسلك ان شاء الله ربي يوفقنا ويكمل لو بلو تو بوسيبل اون اكاديمي بور فورمي لي جون خاطر ان بيلوت سي با جوست يسوق بركه لازم يعرف يتكلم في الراديو والتلفزه لازم يعرف يجيو في الريزو سوسيو خاطر لقينا مشاكل مع دي بيلوت وعباد تبدا تسب واحد وكل شيء معناها فما احترام البيلوت لازم يحترم غيره تنجم تكون شامبيون وتسوق وتبارك الله عليك بلا. ما تنجمش تولي امباسادور تاع ماركه ما تنجمش تكون عندك فما احترام فما ديسيبلين نعلموهم كيفاش اللغه معناها شنو هي اللغه المتعامله مثلا مع معناها لي راديو على شان انترناسيونال انجلي فرونسي اذا يجمي معناها المون ما نعرفش معناها جدي هكا حاجات فما الاي جيمينغ علاش قلت لكم باش نرجع معناها فما دو سيمولاتور انا دخلت للجامعه قبل الانتخابات معناها عندي ليك دي اي بيلوت يا فوالا بالحق انا ان شاء الله باش نجتمع دقيقه برك باش نعرف القصه عليك فما فيلم جديد باش يخرج نتاع اوريزون اللي هو يحكي على واحد يحكي على فرصه سامعني يحكي على ان بيلوت نتاع سيمولاتور يلعب 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 وشامبيون الكل من بعد لعب 24 اور معناتها لا اللي يبدا مغروم واجور بسبور اوتوموبيل وبالحق معناه يجري في دمه سبور اوتوموبيل راهو ما يجمش يفوتوا اي حكايه فوت داير عزيز بلودنين تحيه ليه احنا في الكلوب نتاعنا نعرف عزيز كلمني نشكرو برشا كلمني ما فيليسيتي بور لو بوست واحد وكل شيء قلت له فوالا وقلت له راهو قلت له معناه راهي الناس الكل باش تحط اليد في اليد عنده ريكور مونديال مش با ان سيل عنده بليزيور ريكور فوالا باش نلموا الكوميونيتي نتاع الاي جيمنج باش نلموها باش نحاولوا عندنا دو سيمولاتور معناها كي ندخل للجامعه نلقى دو سيمولاتور مغطين باش تاكل فيهم الغبره بلا لي سيمولاتور نتاعهم بالفيران ولا ستاتيك لا ستاتيك ستاتيك هو تابعين لفيا وديجا حتى الفيدراسيون موريتانيان دو سبور ميكانيك قاعدين يخدموا بهم يعملوا بهم ديجا شامبيونا اللي احنا باش نمشيو فيها الشامبيونا هذه ان شاء الله احنا خنقدموا جوستومون الناس الكل تستنى في القرارات والتغييرات اللي باش يقوم بها المكتب الجديد في الاف تي ا شنو البرنامج اللي باش تحرص الجامعه على تنفيذه في الموسم الحالي 2023-2024 وفي الموندا ككل يعني نبدا احنا بالموسم هذا من بعد نحكي على الفيزيون تاع الموندا ككل باه الموسم هذا ان شاء الله كما قلت لك فما دوسيات تاع الاعفاءات الجبائيه هذيك دوسي تريز امبورطون باش نقدموا ديجا نخدموا عليه توا وان شاء الله نحصلوه في 2024 ما خلطوش الحاجه نقول ان شاء الله بالجهود هوني حتى الاعلام احنا كاعلاميين نلعبوا دور كبير في فوالا لا انتم عاد عندكم دور كبير برشا برشا فوالا فوالا معناها باش نبنيوا عليه خاطر يد وحده راهي ما يد وحده ما تصفقش فهمتني كيف لازمنا الجهود كل تظافر الكارت غريز لا الكارت غريز زي ذكرتني ذكرك في الشهاده مونسر الكارت غريز نتاع لي فواتور هيستوريك معناها انا جي ديجا كونتاكتي لي فواتور دو كوليكسيون اي فواتور دو كوليكسيون فهمت كيف خاطر حرام اللي دي فواتور معناها باتريمون يتسمى سي ان باتريمون نتاعنا معناها دقيقه باللي يسمعوا فينا كالعاده خلينا يفهموا احنا خاطر الفواتور دو كوليكسيون راهي في القانون كهرباء معناتها يطبقوا عليها القوانين كيما الكهرباء كل فينيات نتاع كهرباء واسيورونس عام كامل الوغ كو الكهرباء نتاع كوليكسيون تعملها كان ويكاند ولا شهر في العام كامل وراهو البرة وفي العالم العادي ترى تنجم تعمل اسيورونس وكارت غريز والحكايات هذوما للفواتور دو كوليكسيون كاين كارت غريز تخرج بها في الويكاند تو لاسيور بان ويكاند هي فما كيما تو احنا هي لا كاتيغوري كهرباء فواتور دو كوليكسيون في تونس سا نيكزيست با معناتها قانونيا شو شو هذيك المشكلة لازم يتبدل خاطر راهو باش نقعدوا بالعقليه هذيا راه مانيش باش نقدموا في الاوتوموبيل كجينيرال علاش خاطر مثلا انت كي تقول لي اليوم فواتور دو كورس لازمها كارت غريز سامحني فما باسبور تكنيك اسمع نكته راهي اي فما باسبور تكنيك تخدم عليه احنا باش نعملوا كوميسيون جوريديك باش تلهي بالمواضيع هذه كل باش ناهلوها المواضيع هذه
tout ce qui est carte grise, passeport technique, les voitures de course, tout ce qui est carte grise, ta voiture historique, les voitures, les voitures historiques, باش يتولي عندهم كارت غريز فواتور هيستوريك وعنده الحق مثلا يجم يخلص مثلا لاسيورونس في اوت بركه مثلا اوت بركه فينيت كيف كيف نعاونوهم باش ما يخلصوش برشا فينيت خاطر فما كراهه براقده توا في دي كراج خاطر ما خلطش باش يخلص فينيت نتاع 10 سنين و 15 سنين قدور فرشيش يحضر معنا هذوليش اعطينهم 5 سنين ولا 6 سنين ماكسيموم مش اكثر كيما الكراهه بالكل معناتها كيما اي كراهه انا نحكي لك الكراهه براقده ريستوراتور هشام يلقى كراهه يتلهي بها القطاع يعدو غيجي دور قدور فرشيش حضر معنا هوني في البلاتو يخدم في خدمه مزيانه ونظيفه برشا ويعاني من المشكله هذه يقول لك راه باش يحضر كهربه راه يقعد 4 سنين معناتها الكهرباء 4 سنين في الكراج ويخدم جا ذوما ويخلص فوالا ليه سي ان باتريمون راهو فما كراهب راهو عبيد من برا تجي تشري كراهبنا احنا اللي احنا نورمالمون نستحفظوا عليهم يهزوهم من برا معناها فهمت كيف يحطوهم في دي ميوزي ويحطوهم في واحد معناها هذيك كل عشان يمشي علينا دي كومبيتونس قدم قاعدين نخسروا فيهم راهو فما عبيد لتو مثلا مثلا برا في انجلترا وفرنسا فما عباد رجال كبار معروفين لتو يعرفوا يبربشوا ترومبا الفلانيه ما عادش باسمي فما ترومبيت فما في العالم ثلاثه برك يعرفوا مسو ما تخيل انت علاش خاطر وهذايا راهو مش انا باش نخدموا راه انا باش نشرف عليه رئيس الجامعه وهذا كل فما كوميسيون اللي هي بال دي كوميسيون فما كوميسيون جوريديك كوميسيون فما لي كوميسيون اي جيمينغ فما دي كوميسيون باش يخدموا باش كل واحد يخدم ومن بعد نعملوا اون ريونيون نعملوا معناها ايتا دي ليوش فما كيفاش نجموا نعاونوا بعضنا فوالا واضح شي راح باش نواصلوا باش نحكيوا على البرنامج نتاع الجامعه لكن قبل نخرجوا فاصل قصير مع الاشهار وهنا راجعين مستمعينا صباح الخير مرة أخرى لعبة اللي مزال كل تحقت بينا 59 دقيقة إبريد كود فاغ نحكيه على البيرو الجديد متاع الجامعة التونسية للسيارات كنا نحكيه مع سي هشام عامر اللي يترأس الجامعة ذي حكينا على البرنامج هشام نكملوا نواصلوا كيفاش باش تكون الرؤية متاعكم كيفاش باش يكون البروغرام متاعكم إن شاء الله للسيزون هذي والله هني قلت لك زيد معناها حاجه من الاولويات اللي احنا في السيزون هذه شنو هي نرجع الشامبيونه هني قلت لك باش ترجع الشامبيونه بيتيتر سوز اون اوتر فورم باش سنه معناها على الاقل نشوفوا شنو اللي لاكون شنو الحاجات الناقصه دريفت هذا ولا تشالنج بالنسبه لدريفت تونيزيا تشالنج ان شاء الله فما مسلك اخر ان شاء الله يحضر ما نتصورش يحضر دون لي ديلي اللي حاشتنا بهم بيتيتر نوخروهاش شويه تونيزيا تشالنج والا نحولوا لها الوجهه نتاعها نعملوا سنه مثلا ديكور كورس دو كوت كما تعمل الجزائر معناها تبارك الله ما شاء الله يعملوا في وعندهم جمهور كبير ياسر وعنا دبي الكوت وحتى كيس تزيده في المهديه مثلا ولا حاجه اخرى نجموا سنه نخدموا عليها هذيك بوغ ديناميزي ونوريو وجه باهي لتونس اللي مثلا علاش ليه نحلموا راه ديما نحلموا علاش ليه ننظموا مونش دبليو في ار سي في تونس كما كنا ننظموا المونش بتاع رالي تونس معناها كلها سي دي غيف مي كي بوف ديفينير رياليتي معناها وني نرجعوا للدريفت نرجعوا للدريفت شيم كيفاش تراها معني اسكو باش تتلعب على 3 مانش 4 مانش 5 مانش دريفت 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 الكلها متشوق خاطر الشو لا من حقهم واسمعوا للامانه معني انا معناها تحضير كهرباء نتاع دريفت عندي عليه فكره كبيره ياسر معناها فهمت كيفاه دونك دريفت بوتيتر نقولوا بوتيتر كيما قلت لك هما عاملين اللي سيتي بريفيو 4 مانش ما تلعبوا تلعبت منهم حتى مانش هاني قلت لك السناب بوتيتر معناها التمشي نتاعنا في يا اما نعملوا 3 مانش نقصوا مانش باش نشوفوا سويفون زيد بودجي ونشوفوا الامكانيات ونشوفوا الروتور نتاع لي بيلوت زيد الفورم نتاعهم مازالوا في فورم ولا لا متشوقه يا شيخ نحكي لك لا وتريز امبورتون تعرف علاش تعرف علاش ولا تريز امبورتون خاطر حكايه الدريفت باش ينقص لنا هاك المشاكل اللي في الشارع سيكوريتي روتير باش نخدموا عليها عندنا كوميسيون سيكوريتي روتير خاطر ما تخدمتش عليها خاطر راهو زاد كيما لافيا تخدم على السيكوريتي احنا بينا باش نخدموا على السيكوريتي حاجه هذا ضروري باش نأثروا وانا نرجع لك فرات وكنت موجود لهنا وقت صار كان باش يصير ليفينمون قلت لك راهو انا مع ليفينمون اما يكون مأثر محمي وهذاك علاش بعد بجمعه بالضبط
صار اكسيدون في مون بليزير وتضرب طفل وتجب ما عنده حد دخل بالايفينمون لا لا ما عنده لا لا ما يبدا مش مأثر منصب بتبيعة يبدا مش منظم ما يبداش فماش دي بارير مش كان دور زاد الجامعه دور لي كلوب انها هذاك علاش احنا توا سامحني منصر باش نكمل في التوجه هذا هذاك علاش احنا منصر توا باش نعبيه والنوادي بك الشباب هذاك نجيبوه لينا يولي متاثر يولي النوادي تخدمه فما عقليه فما عقليه اللي هي ناقصه راهي ماهيش موجود معناتها ما الفيدراسيون ماهيش تغزر لها ريت تو كيما تشوف احنا الكلوبات اللي كنا معناتها منظمين ستركتور كهرباء نتاعنا كهرباء نتاع كورس راهو فما كولتور اخرى كولتور اوربان هي راهم سي دي فواتور بلوز او موا دو سيري وموجوده راهو حتى في البلدان المتقدمه جابون بالتربيه نتاعهم الكل راهو الكراهب اللي احنا نعيطوا لهم ريت البيامات اللي مش مخدومين نتاع راهو عمرهم ما باش تقضي عليهم معناتها الفيدراسيون ما تجمش الفينومين هذا تقضي عليه مي 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 تجم تجم تاثروا شويه خاطر تغزلوا انت تغزلوا دقيقه بركه هشام احنا الغزله نتاعنا نتاع الشارع هذا ريت مثلا نحكيوا عليه مون بليزير شنو هو بريتو كيس كبير العباد الكل العباد الكل تجي تتصب يبداو واقفين وعباد وكراهب في الوسط يعملوا في زيرويت مش دي فواتور دو كورس راهو معناتها يبداو يعملوا زيرويت الفينومين هذا موجود في العالم الكل متفاهمين توا تعرف شنو الفرق ما بين تونس وجابون والمانيا حتى كي يعملوا ما غير فيدراسيون خاطر فيدراسيون مش مونوبول راهو ما غير فيدراسيون باش يصير تلقى العباد ديجا واعيين مؤخرين وحدهم عاملينه في كيس معناتها الوعي هذا هو معناتها احنا يلزم العباد نسنوهم يغلطوا وبالاغلاط هذوكم نبداو نبني وهذاك اش عملوا في اليابان وهذاك اش عملوا في المانيا اوه الحقيقه ما تنجمش ما تنجمش تمشي مع الفينومين هذاك ما نعرفش نقول لك انا قاعد نشوف على اليوتيوب ونشوف على انا ذكر وانا صغير كان مقني ذكر مقني في رمضان انا مقني هو شو فما ممكن ان بوان اللي نجم يخلينا نقدموا في الحاجه هذه كيفاش باش تكون استراتيجي نتاعكم فيما يخص لي زيفينمون سبورتيف والبطولات التونسيه كي نحكيوا على الاشراف والتنظيم هل باش تشاركوا جوستمون الشباب هذوما معاكم في الاورغانيزاسيون لي كلوب باش يشاركوا في الاورغانيزاسيون باش نجيبك انا هاني تو علاش خليتكم تحكيوا باش انا نعطيكم ملخص الموضوع هذا احنا بالنسبه لي انا صحيح فما عباد تخاف على كرهبه خاطر كرهبه يقضي بها قضيته كل يوم احنا شنو نجمو نعملوا في الموضوع هذا باش نشاركوهم وناخذوا منهم لي بيبيت والعباد معناها فهمت كيف شنو نعملوا نجمو نعملوا بطوله وطنيه معناها للاوفيسيال معناها لي بيلوت لي غران بيلوت لي شامبيون اللي عندنا اللي كرهبهم بريباري ونجمو نعملوا ام تيت شامبيونا اون باراليل معناها لو جور ميم مش هكا يا هشام والله لا باش تخدم تعرف علاش خاطر العقليه هذيا راهي راهي فري ستايل ما تنجمش لا تعملها بلا شامبيون ولا شيء الحاجه الوحيده اللي تعملها شنو احنا علاش دقيقه تحضر لهم بلايص وكا ما قعدناش وقت ما قعدناش وقت ماهيش تاع شامبيون العقليه هذه نتاع ظهر لهم تعرف مشاو السوجي هذا نجمو نعاودو نرجعو له ممكن نجمو نمشيو للبلاصه اللي انت كونتروليتها هذيش عاملين لبرا اي انا تو البلاصه سامحني بربي لحظه برك البلاصه اللي كونتروليتها شنو هي وين لعبوا نجيبهم انا غاديكا وننظمهم ونأطرهم ويجمعوا علاش ليه يتعلموا من لي غران شامبيون ولا في نفس المانش اللي انت ديجا عندك 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 بلاصه عندك سيركوي عمل لعبت فيه مانش من بعد عمل ممكن دي زي سي ليبر ممكن ممكن نجم ولا وخلي له كرهبته كيما هو من بعد كان يحب هو تجبدهم لل تجبدهم كان هو يحب يتطور مرحبا به يحب يعمل رسو مرحبا به ما حبش ما يصيرش نقبلوه كيما هو فهمت هشام احنا في دقيقه في دقيقه نخليك خلينا لي غراند باز باش نمشيو الاسبي ليجيسلاتيف باش نحاولوا نخدموا دي مانش باش نفهموا اكثر السيستيم ممكن سني 3 مانش ان شاء الله علاش لي مش اكثر في لي سيزون الاخرين يكثروا لي مانش دونك نخلي لك كلمه الختام للي كلوب ولي بيلوت والمغرمه اللي كنا نحكيوا عليهم هذوما اللي ينتظروا في التغيير والمبادرات اللي باش تخليهم جوستمون يمارسوا الغرام هذيك اللي نحكيوا عليه في الشارع يتمارس في نطاق رياضه زيد نعاود مره اخرى نشكر النوادي على الثقه اللي منحوها لي والحقيقه نتاع ربي معناها نطلب منهم شويه صبرنا احنا برشا نزيدوا نصبروا شويه بركه وان شاء الله لو بلو تو بوسيبل معناها نبداو في البرمجه نتاع الرزنامه واحد وكل شيء بالنسبه للي بيلوت كيف معناها ان شاء الله يبداو يحضروا مثال شكرهبهم ما نقول لهم شلام ان شاء الله الرزنامه لو بلو تو بوسيبل زاد باش نعمل معاهم اجتماع انا والمكتب الجامعي معايا وبالنسبه للخيان اللي معناها قاعدين هكا يعملوا في دي زيفينمون هكا ليبر واحد وكل شيء اتصلوا
بالجامعة، اتصلوا بالجامعة اعطيهم ان نسمعوكم، نسمعوا اقتراحاتكم، نوجهوكم، نأطروكم، واذا فما امكانية زادة باش ناخذ لكم دي زوتوريزاسيون ونقفوا معاكم باش نامنوا العباد، زاد ما تبداش العباد خاطر ولد خالتك ولد عمتك امك تبدا متعدية ما غاديك تجم تتضر معناها في الحكاية هذيك، معناها ما عندها حتى ذنب. دونك فوالا الجامعة توا راهي مع المغرمة مع لي بيلوت مع هي الجامعة، هي الجامعة فوالا. يعطيك الصحة هشام عامر، يعطيك الصحة. يعطيكم الصحة ياسمين. احنا كنكون خلطنا لاخر موعدنا لليوم في وغيد. خولة خلزي تلتحق بينا في البلاتو، صباح الخير. بورات نحويلك. الحمد لله. شنحويلك انت؟ لاباس. لو ماك دو ويكاند اليوم كحو كالعاده. كالعاده اش عندنا في البروغرام؟ الوغ نبداو ليميسيون بالكوتشينغ كالعاده، باش نحكيو على التسامح. علاش وكيفاش نجم تسامح عبد وجعك عبد ضرك، واهميه التسامح على العبد بيدو. المنافع نتاعها على العبد بيدو، باش نشوفو كيفاش نجمو نحرقو دافيك دي زاليمون فيسا فيسا، ما نبطاوش نضعفو اكثر فيسا ونبداو مرتاحين. سان بون كونسي، عندنا برشا توانسه يعانيو من السوربوا، يعانيو من لوبيزيتي. Effectivement, وفي الساعة الأخرى فرحانة خاطر باش نستقبلوا مع بعضنا الفنانة اللي نحبوها برشا، دونك أمال علوان. نرجعوا على البداية نتاعها، كيفاش بدا الغرام، إي سيرتو نحكيو على الجديدة بيسك عندها إيميسيون في الوطنية، دونك نحكيو على هذا الكل بعد شوية معاها. يعطيك الصحة خولة خالتي لو ماك دو ويكاند، تابعونا مع العشرة بعد الأخبار. دونك نشكر الناس الكل اللي تفاعلت معنا وكانت في المتابعة على الراديو ولون ستريمينغ على الباج فيسبوك نتاعنا راديو اف ام، كيف كيف على الباج فيسبوك ام تي اش ميديا تالنت هاب. ولا تحميد رفاق كم او ميكرو، عاطف في الاخراج، ايهاب في الاخراج الرقمي، مونستر نوتر اكسبير اوتوموبيل خرج مختلف قناتنا، نجموا تلقاو متعدد تفرجوا فيهم على الباج فيسبوك نتاعنا، على اف ام تي في، على اليوتيوب 24 ساعه على 24. موعدنا ان شاء الله الجمعه الجايه لقيت هذا من 8 حتى للعشرة نتاع الصباح. نخليكم مع باقي برامجنا كما قلت، لماج دويكاند مع خوله خلصي، الموسيقى، ملتقانا الجمعه الجايه. شيماء ميديو بعد الاخبار، ما تبعدوش، هنجينا.